تلميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية، النموذج الثاني. الموضوع موجود على القناة في كوميونيتي من أجل الطباعة وإعادة الحل. لا تنسوا الدخول على القناة للاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ في حل الاختبار معا. التمرين الأول: الضحى هو وقت غروب الشمس. تعريف الضحى هو وقت غروب الشمس. أحسنتم، خطأ. الضحى هو وقت ارتفاع الشمس وليس غروب الشمس. توجيهك وإرشادك لرجل أضاع الطريق صدقة. لما توجه وترشد رجل أضاع الطريق صدقة. أحسنتم، عبارة صحيحة. صحيح. العفو من صفات الصالحين. صفة العفو صفة حسنة يتصف بها العباد الصالحين، إذا صحيح. ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالمدينة المنورة. جيد، خطأ. أبو بكر الصديق ولد بمكة المكرمة. نراجع. الضحى هو وقت ارتفاع الشمس غروب الشمس، خطأ. توجيهك وإرشادك لرجل أضاع الطريق صدقة، صحيح. العفو هي من صفات الصالحين، وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولد بمكة المكرمة. المدينة المنورة، خطأ. التمرين الثاني: صنف في الجدول ما يلي. السحور، العطف على الفقراء، الدعاء عند الإفطار، الصبر، القيء عمدا، والنظام في الأكل، الأكل والشرب عمدا. لدينا مبطلات الصوم، آداب الصوم، ويعلمنا الصوم. إذا نبدأ بالسحور. أحسنتم، هو من آداب الصوم. السحور من آداب الصوم. نواصل. العطف على الفقراء، نتعلم من الصوم العطف على الفقراء، إذن يعلمنا الصوم العطف على الفقراء. واصل. الدعاء عند الإفطار، عند الإفطار أقرأ الدعاء. جيد، من آداب الصوم. الدعاء عند الإفطار من آداب الصوم. نواصل. الصبر، نتعلم من الصوم الصبر، يعني يعلمنا الصوم الصبر. القيء عمدا، جيد، من مبطلات الصوم. نواصل. النظام في الأكل، نتعلم من الصوم النظام في الأكل، يعلمنا الصوم النظام في الأكل. نواصل. الأكل والشرب عمدا، أحسنتم، من مبطلات الصوم. إذا نراجع. من مبطلات الصوم لدينا القيء عمدا، الأكل والشرب عمدا. من آداب الصوم السحور والدعاء عند الإفطار. نتعلم من الصوم العطف على الفقراء، الصبر، وكذلك النظام في الأكل. ننتقل إلى التمرين الثالث. أكمل الصورة، صورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. أحسنتم، ما ودعك ربك وما قضى. ما قال: وللآخرة خير لك من الأولى. مواصل. جيد. ولسوف يعطيك ربك فترضى.
فقرضه. واصل، أحسنتم. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. أحسنتم. ووجدك عائلا فأغنى. نعيد قراءة سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. التمرين الرابع، اربط كل عبارة بما يناسبه. انشراح الصدر يكون من صفات المؤمن، الأنبياء والرسل هم، وعد الله الإنسان، أكمل الناس خلقا وعملا وفضلا، بالفرج بعد المصيبة، الحلم والعفو، بالعلم وكثرة الطاعات. إذا نربط كل عبارة بما يناسبها. انشراح الصدر، ينشرح صدري بماذا؟ أحسنتم. بالعلم وكثرة الطاعات. كثرة الطاعات مثل صلاة، صيام، كلها طاعات، بها ينشرح الصدر. من صفات المؤمن، ما هي الصفات الحسنة التي يتصف بها المؤمن؟ جيد، الحلم والعفو. الحلم والعفو من صفات المؤمن. نواصل، الأنبياء والرسل هم، أحسنتم، أكمل الناس خلقا وعملا وفضلا. وعد الله الإنسان، جيد، بالفرج بعد المصيبة. إذا نراجع، انشراح الصدر يكون بالعلم وكثرة الطاعات. من صفات المؤمن الحلم والعفو. الأنبياء والرسل هم أكمل الناس خلقا وعملا وفضلا. وعد الله الإنسان بالفرج يوم بعد المصيبة. التمرين الخامس، هات تفسير الآيات التالية من سورة الشرح. لدينا آيتان من سورة الشرح، نكتب تفسيرهما. فإن مع العسر يسرا، تفسيرها أحسنتم، فإن بعد الضيق فرجا. تفسيرها فإن بعد الضيق فرجا. ورفعنا لك ذكرى، تفسيرها أو معناها أحسنتم، وجعلنا ذكرك مرفوعا على المنابر. إذا نراجع، فإن مع العسر يسرا، تفسيرها فإن بعد الضيق فرجا. رفعنا لك ذكرى، تفسيرها وجعلنا ذكرك مرفوعا على المنابر. وهكذا انتهينا من هذا الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.